أخبار اليوم. أنا بعمل فيلم كوميدي أكشن اجتماعي مصري كده جميل. صورت 3 أيام والنهاردة بس أجازة عندي فجيت لهم هنا. فيلم أيرون مان في نزلة السمان، وبطولة جماعية ما بين أنا والنجمة دينا وأستاذ صلاح عبد الله والنجمة أمينة ودياب ومجموعة كبيرة جدا من الممثلين والفنانين الموهوبين، حمادة ويوسف كلهم يعني ما شاء الله عليهم، ويوسف حسين الإمام لأول مرة لوجه الجديد إن شاء الله بإذن الله، وحسام الحسيني، وإخراج يونس، وتأليف أحمد عيسى. لا ما أنا ما اعتذرت عن المسلسلات السنة دي في رمضان وخلتني الفيلم السيزون اوريدي توقف، احنا هنبدأ تاني في شهر 9 وأنا ما زلت مدد إيدي ليهم ومتعاون معهم وشركة قناة الحياة والقناة المصرية، وهم اللي عملوا الجروب الأولاني بتاع تياترو مصر، هم تياترو مصر، هما دول لو ما كانش فيه تياترو مصر ما كانش هيبقى فيه كمية النجوم الكبيرة دي اللي هم في الام بي سي دلوقتي، صح؟ فيعني دي قناة مصرية وعملوا مجهود كبير، أستاذ أشرف عبد الباقي وأستاذ محمد عبد الحميد عشان يطلعوا الناس دي، وخدوا معهم وقت طويل قوي لحد ما بقوا كده ما شاء الله بقى نجوم، فبرضه هيبتدوا يجددوا جيل تاني، وبنتعاون أنا وأستاذ أحمد فتحي وأستاذ بيومي فؤاد أستاذنا وحبيبي وصديقي وعمنا، عمنا في الكوميديا يعني مش في السن ولا حاجة، بيومي برضه صغير، والنجمة الأستاذة هالة فاخر، فيعني